يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة المرئية بعنوان الحج خطوة بخطوة للشيخ الدكتور سعيد بن سالم الدرمكي، نسأل الله أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، من أركان الإسلام وفرائضه حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة إذا تحققت شروطه. ومن أراد الحج فعليه أن يتعلم أحكامه ومناسكه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم. وفيما يلي نذكر بعض أحكام الحج. أولا، شروط الحج. فريضة الحج لا تكون فرضا على العبد إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث البلوغ. فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه وعدم تحمله لأعباء الحج غالبا، ولكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ. الشرط الرابع الحرية، وأما الشرط الخامس فهو الاستطاعة بالمال والبدن. ثانيا، مواقيت الحج. المواقيت نوعان: زمانية ومكانية. أما الزمانية فهي للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين. وأما المكانية فهي خمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم: الأول ذو الحليفة ويسمى بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. الثاني الجحفة ويسمى رابغ، وهو ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم. الثالث قرن المنازل ويسمى السيل، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. الخامس ذات عرق، وهو لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه. ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً. وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام إذا حاذ الميقات من فوقه، ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدة. ومن مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه. وإذا مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم أو زيارة قريب أو علاج مرض أو تجارة أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة. لبيك اللهم لبيك. أنساك الحج. للحج ثلاثة أنساك. النسك الأول التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها ثم يفرغ منها ويحل من إحرامه ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. النسك الثاني القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. النسك الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن، وبهذا يتبين أن عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن
عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محظورات الإحرام. محظورات الإحرام ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، منها إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها، استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، عقد النكاح، المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، الجماع، قتل الصيد، تغطية الرأس، لبس المخيط. فهذه المحظورات ينبغي على المحرم في حج أو عمرة أن يتجنبها ليسلم له حجه. صفة العمرة. العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وأما أعمالها فهي على الترتيب الآتي: أولا الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب فيطيب بدنه ورأسه. ثانيا لبس ثياب الإحرام، وهي عبارة عن إزار ورداء للرجل، وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة. ثالثا الدخول في النسك بقوله لبيك اللهم عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة، ويكون ذلك في الميقات. رابعا التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف. خامسا الطواف بالبيت 7 أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به. سادسا صلاة 2 ركعتين خلف المقام. سابعا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة. ثامنا الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. صفة الحج. الإحرام بالحج. إذا كان ضحى يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، وهذا الحكم للمتمتع دون القارن أو المفرد. ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويهل بالحج فيقول لبيك حجا، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. فإذا طلعت الشمس من اليوم 9 سار من منى إلى عرفة، فإذا زالت الشمس وهو في عرفة صلى الظهر والعصر 2 ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم. والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة ولغيرهم، وإنما كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد. ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بمزدلفة. ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى، وهذا في اليوم 10
من ذي الحجة وهو يوم العيد. وأما أعمال الحاج في هذا اليوم فهي أولا إذا وصل إلى منى رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ولا يجوز أن يرمي بحصى كبيرة، بل السنة أن يرمي بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله تعالى. ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه، وبعد الذبح يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل. ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس، وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط. ثم يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الإفاضة، وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج، وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال في يوم العيد مرتبة كما يلي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. ثم يرجع بعد ذلك إلى منى لأجل المبيت ورمي الجمار، ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرمي بعد الزوال. فيرمي الجمرة الأولى ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو الله عز وجل وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها. والرمي في هذه الأيام لا يجوز إلا بعد الزوال. وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها، والتأخير أفضل. طواف الوداع: إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط، ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء. للاطلاع على أحدث المرئيات لشبكة بينونة للعلوم الشرعية زورونا على حساباتنا التالية: يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، تيليجرام، أو الموقع الإلكتروني